نظمت وزارة الداخلية فعاليات تصفيات كأس العالم الرابعة 2023 للفروسية لرياضة التقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة. المزيد في سياق التقرير التالي. عندما طورت وزارة الداخلية وادي الفروسية بموقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، كانت حريصة أن يكون واجهة مشرفة للرياضة الفروسية في مصر، ويستقبل كافة المنافسات محلياً ودولياً، وهو ما نجح فيه الوادي، حيث استقبلت ملاعبه ذات التجهيزات الدولية وعلى مدار 4 أيام البطولة المؤهلة لتصفيات كأس العالم الرابعة 2023 لرياضة التقاط الأوتاد بمشاركة 6 دول هي مصر، الإمارات، إنجلترا، السعودية، ماليزيا، فلسطين. حاجة جميلة جدا، والناس الضيوف اللي جايين هنا يعني من طبعا كلهم بيشيدوا بالمكان، ما تشوفوش مكان كده خالص، بالإضافة للتنظيم طبعا، تنظيم الشرطة اللي احنا عارفينه طول عمرنا، الضبط والربط المظبوط، ما فيش حاجة غلط، ما فيش حاجة إلا في ميعادها، كل حاجة معمولة، حاجة تشرف. It's a fantastic new spot for competitions internationally. I think this is going to grow and grow in the international scene of equestrian sports. The polo facility was magnificent and it's in a very beautiful setting on top of all of that. انا لعبت في اكثر من دوله في رياضه التقاط الاوتاد، الحقيقه ما حصلت مثل هذا الميدان، اول مره اشارك في ميدان نفس هذا الميدان، من تربه، من تنظيم، من جماليه. انا من وجهه نظري كفارس، انا شايف ان المكان ده يقدر يستقبل اي نوع من انواع البطولات، لان هو في اراضي تستقبل بطولات قفز وبطولات ترويد، وفي ارض كله. نشكر وادي الفروسيه على التجهيز وعلى جماليه المكان وعلى الارضيه، وصراحه شيء ما هو مستغرب، ونسال الله لنا ولهم التوفيق. الملعب الذي تم العمل البطوله عليه ملعب مماثل ودولي بمقاسات دوليه كبيره. تنظيم احترافي لفعاليات البطوله بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسيه يضاهي بل يتفوق على البطولات الدوليه المماثله، حيث تم توفير كافة التجهيزات التي تضمن نجاح البطولة بصورة مشرفة تعكس المظهر الحضاري لمصر، وتؤكد على قدرتها العالية على استضافة البطولات الدولية على ملاعب وادي الفروسية. اللي نشوفه اليوم من تجهيزات اتحاد مصر للفروسية ممكن يكون أعلى معايير شفناها في أي بطولة خارجية. سافرت هند، باكستان، يمكن معظم دول العربية، ما فيش أرض متجهزة بالطريقة اللي هنا في وادي الفروسية، فبجد دي حاجة كلنا فخورين بيها، إيفن اللعيبة حتى اللي جت من بره مش مصدقين، لدرجة إن هم بيطلبوا إنه كأس العالم بتاع اللعبة يتنقل من أي بلد إنه يبقى هنا في وادي الفروسية. التنظيم المحترم اللي احنا شايفينه هنا فعلا بيقول إن الدولة المصرية قادرة على استضافة بطولات عالمية وبطولات في مختلف الألعاب منها الفروسية. So seeing the way everything is set up with the arenas with the tent pegging run here and everything else is really 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 high level. And we have not asked for anything yet. البطولة الحمد لله كانت ناجحة بجميع المقاييس، مكان يليق بتصفيات كأس العالم. تبار الفرسان من الدول المشاركة في أجواء تنظيمية رائعة لالتقاط الأوتاد، ساعدهم على ذلك ملاعب الوادي التي اتسمت بمواصفات دولية، وما يحيط بالملاعب من أجواء تم تهيئتها لإنجاح الفعالية الدولية من خدمات ورعاية بيطرية في الاستبلات المجهزة للخيول، إضافة إلى فندق إقامة بمواصفات قياسية عالمية ومطاعم ومدرجات للجماهير. هذا الصرح الرياضي مهما أقول يعني ده مواكب أحسن 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 الميادين الفروسية الموجودة في دول العالم كلها، وده طبعا كان بشهادة الوفود المشاركه في البطوله. شافوا هذا المكان ما كانوش مصدقين الانشاءات والاراضي والفندق والمطاعم ومنظر البحيره، حاجه يعني مشرفه جدا جدا. The hotels amazing hotels actually and we glad to have it and it is good if you stay there but alhamdulillah
It is center in middle of the city. المكان مهيئ وجدا رائع بالنسبة للميدان، بالنسبة لإسطبلات الخيل، بالنسبة للتنظيم، بالنسبة لاستقبال الفرق المشاركة، حتى مكان الإقامة. الشباب المصريين ما قصروا معانا. وقد نجح الفريق المصري في الحصول على المركز الأول ليتأهل بذلك إلى كأس العالم وسط حضور دولي ومحلي. الجميع أشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة وبالتجهيزات ذات المواصفات الدولية التي يحظى بها وادي الفروسية وملاعبه. كالمعتاد وزارة الداخلية دائما إسهاماتها في الرياضة الكثير، في الأبطال، في المنشآت الرياضية. الحقيقة فخورين بده كوزير شباب ورياضة إن إحنا نشوف المنشآت الكبيرة النهاردة، المنشآت المتخصصة، مدينة فروسية وليس نادي فروسية. الحقيقة مبهورين بالمكان، مكان مؤهل جدا مش للكلة بس، حتى البطولات القفز، البطولات البولو، مكان مجهز بكل حاجة ما شاء الله. المكان اللي احنا فيه ده انا عايز اقول لك من 10 سنين مش ممكن تقول ان هو ده نفس المكان اللي احنا كنا بنيجي بنتدرب فيه وبيحصل بطولات. ده بقى حاجة تانية خالص، وحاجة يعني مشرفة جدا انها تستقبل competitions, international competitions من كل العالم مش بس من الدول العربية. حققت وزارة الداخلية رؤيتها من تطوير وادي الفروسية، وهي القدرة على استضافة المنافسات الدولية على أرضه بكفاءة واحترافية والارتقاء بالرياضة الفروسية في مصر.